سيد الوزير، سيد رئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة المستشارون، في الحقيقة الجواب ديال السيد الوزير نصب خاصة على موضوع التوظيف ماشي موضوع الترقية بالشواهد، علما أن موضوع التوظيف فيه نقاش ولكن ماشي هذا هو موضوع سؤالنا، علما أن موضوع الترقية بالشواهد لهاد الناس اللي داروا مجهود ذاتي وكونوا راسهم بطريقتهم، وبدل أننا نشجعوهم كان نحبطوهم وكان منعوهم من ترقي بالشهادة، علما أن المحاكم الإدارية إذا لجأوا إليها كتحكم لهم بتسوية حسب الشهادة المحصل عليها. هذه من جهة. ثانيا كاين استثناءات اللي كاينة في التربية الوطنية. التربية الوطنية جوج الموظفين، واحد تابع للنظام الأساسي الخاص بالتربية الوطنية عنده الإمكانية ديال الترقية بالشهادة، والموظفين تابعين للنظام الأساسي المشترك ما بين الوزارات ما عندوش هذا الحق. حاجة أخرى، الأساتذة ديال الدكاترة الحاملين، الموظفين الحامل ديال التربية الوطنية الحاملين للدكتوراه، فتحتوا لهم المجال ودرتوا استثناءات وفتحتوا لهم المجال أنهم يتحول لهم المنصب المالي، وكان استثناء في المالية يتحول لهم المنصب المالي باش يمكن لهم يلتحقوا بالجامعات. وكاين أيضا المنتدبين القضائيين اللي هما تاهما استثناء. سيد الوزير أنتم عارفين أهمية الشواهد، أهمية الحصول على شهادة، وأنتم اللي تم يعني الكلام عبر الصحف أنكم يعني مع منصبكم الوزاري سجلتوا من جديد في الكلية للحصول على الشهادة، رغم ما قيل من ضجة على عدم توفركم على البكالوريا. شكرا السيدة المستشارة المحترمة، انتهى الوقت. شكرا شكرا. كلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب في حدود الثواني المتبقية. إلا ما عندكش اطلاع على السيرة ديالي نعطيها لك. أنت كتقرا الفيسبوك بزاف وما فيش الحقيقة. فيما يخص الولوج إلى الوظائف العمومية، يشترط المباراة للاستحقاق ولتكافؤ الفرص، ماشي اللي قرا خصنا نوجدوا له البوست ديالو، لا يمكن. وما يمكنش نحصر شي على الناس اللي كيشتغلوا وعندهم دبلومات، فاللي خارجين من الاداره العموميه حتى هما مغاربه وعندهم الحق يتقدموا للمباريات باش يولجوا للوظائف، ما عندها حتى علاقه بها. النقطه الثانيه الاستثناء اللي كاين، كاين السيد الوزير المحترم وكان في كتاب الضبط. سيد الوزير، التربية الوطنية كانت حالات انتقالية واستثنائية. شكرا. انتهى العمل بها. بلغت الرسالة. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد الوزير. سيد الوزير شكرا، وشكرا لك على مساهمتك معنا في هذه الجلسة.